بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك وحلقه جديده واحد من الناس. احنا الحقيقه حريصين جدا في هذا البرنامج ان احنا دايما نكون صوت الحالات المرضيه اللي بتبحث عن العلاج، وربنا يجعلكم دايما سبب في علاج هذه الحالات. واحد من الناس هو واحد منهم يسمع شكواهم ويلبي احتياجاتهم من خلال قنوات التواصل التي تعمل على مدار الساعة، سواء صفحات السوشيال ميديا أو أرقام الهواتف. قلنا في حلقة سابقة استضفنا الطفلة مكة التي تعاني من ضمور العضلات، وكانت تحتاج لمبلغ 350 ألف جنيه لشراء العلاج لها، وبفضل الله تم جمع المبلغ لشراء العلاج. أنا شيماء، أمامة مكة. مكة مريضة ضمور عضلي شوكي. كنت متابعة البرنامج بتاع دكتور عمرو واحد من الناس، وشفت ان هو ساعد حالات كتير في ان هي اطفال ظهرت معاه والمبالغ بتاعتهم اكتملت، لان المبلغ بتاع علاج مكة كان كبير جدا اللي هو 1,000,000 جنيه. فبصراحة دي حاجة شجعتني ان ابعت على صفحة دكتور عمرو، واول ما بعت اتلبى ندائي على طول بصراحة لما ظهرت مع دكتور عمرو الليسي. انا ما كنتش متوقعة ان المبلغ هيكتمل كده، بس بعد ما ظهرت الحلقة باسبوع كان الحمد لله كان باقي 350 ألف. احنا كملنا المبلغ، بس الحمد لله ان المبلغ كله اكتمل يعني بعد الحلقة. مكة كملت 1,000,000 جنيه عشان تاخد الجرعة التانية من الحقنة، وان شاء الله ناخدها الاسبوع ده. لو كانت مكة اتأخرت على الحقنة كان هيحصل مشاكل في التنفس عندها، لان هي اصلا مكة دخلت رعاية مركزة 5 مرات قبل كده. اكيد فرحانه جدا هي تاخد الحقنه بتاعتها، انا ما كنتش متخيله اصلا ما كان هي اتاخرت عن الحقنه هيأثر على نفسها زياده. فانا دي حاجه في حد ذاتها مفرحاني جدا، الحمد لله وصلنا للمرحله دي. هو المبلغ بتاع العلاج كان كبير جدا، فصعب علينا ان هو احنا نجمعه، لباباها موظف عادي، فكان صعب ان احنا نكمل 1,000,000. فالحمد لله احنا عرفنا نفتح الحسابات على من وزارة التضامن الاجتماعي. بنشكر وزارة التضامن الاجتماعي ان هي وقفت معنا ووفرت لنا ارقام الحساب اللي خلتنا نساعد في جمع التبرعات لمكة. وبشكر كل اهل الخير، اي حد ساهم في علاج مكة حتى لو كانت بدعوة، انا بشكركم جدا من قلبي انكم كنتوا سبب ان انا اطمن على بنتي. شكرا جدا لكم. شكرا ان انا هاخد الحقنة واشرب الدواء بتاعي عشان اخف. وعلى صفحة البرنامج ارسلت لنا ابنة السيدة منتهى ابراهيم رسالة تطلب فيها مساعدتها في اجراء عملية مياه بيضاء لوالدتها. كنت بشتكي من عينيا الاثنين عليهم مية بيضة، وبعت برنامج واحد من الناس حولني على مستشفى القاهرة الدولي، والحمد لله الدكتور عمرو الأسود عمل لي عملية في العين الأولانية، والحمد لله بقيت أشوف بها جيد جدا الحمد لله. والنهاردة عمل لي في العين التانية لسه خارجة من العملية، الله يبارك له ويكتر من أمثاله يا رب. وطبعا العملية دي فرقت معايا كتير الحمد لله، كنت الأول يعني شبورة على عينيا ومية بيضة بعاني من عينيا وكده، فدلوقتي الحمد لله رب العالمين انا عملتها الحمد لله، حاسه انها في فرق جامد بينها وبين التانيه الحمد لله. ولسه خارجه اهوت من العمليات بالعين التانيه، والحمد لله ربنا ينورها لنا يا رب ويكتر من امثاله هو واللي زي الدكتور عمرو الليسي والدكتور عمرو الاسود. فالحمد لله يعني هم اللي بيتصلوا بينا وجينا وبيعاملونا احسن معامله، وفعلا والله هم جامله والله ما فيش بعد كده، كانهم اهل الواحد والله، واللي ياخدني من ايدي يدخلني هنا واللي يدخلني هنا كاني ولاد الواحد اللي معاه في البيت والله، مش ناس غريبه عنه.
كما أرسلت لنا السيدة سوسن رسالة تطلب فيها مساعدتها في إجراء عملية مياه بيضاء لها. أنا مبسوطة عملت العملية، كانت عينيا فيها مية بيضة. العملية تفرق معايا يعني، الحمد لله عملها لي العملية، كانت عينيا فيها بيضة كده وكنتش بشوف بيها، والحمد لله عملها لي كويسة الحمد لله. كنتش بقدر أعمل أي حاجة ولا أتفرج على التلفزيون حتى، بس لما جيت هنا عملي العملية، عملي العملية الله يكرمه، ناس كويسين ومحترمين والحمد لله. وبفضل الله قام البرنامج بالتعاون مع الدكتور عمرو الأسود في إجراء العملية لهما. النهاردة الحمد لله تشرفنا بقدوم عدد من الحالات المتحولة من برنامج واحد من الناس، لقينا أن هو في حالة منتهية، دي كنا تشرفنا احنا عملنا لها عملية من كذا شهر، وعملنا لها متابعة للعين اللي عاملة عملية، ومن فضل ربنا بتشوف 6/6، ودي نتيجة كويسة جدا، وهي 6 مبسوطة جدا من العملية. فجت لنا عشان تعمل برضو العين التانية، والنهاردة الحمد لله بفضل ربنا في خلال 5 دقايق عملنا العملية بتاعت العين التانية بالتكنولوجيا الجديدة اللي من غير غرز ومن غير جراحة، وزرعناها طبعا أحسن أنواع عدسات عندنا عشان نقدر نحافظ على النتيجة اللي احنا عملناها في العين الأولانية، وتبقى في نفس النتيجة في العين التانية وإن شاء الله أحسن. وشرفتنا الحاجة سوسن الجميلة، طبعا ما البيضة مأثرة على حياتها، وكانت ما بتقدرش انها تشوف انها تمارس حياتها الطبيعية، وعندها ما بيضة تقيلة جدا، والحمد لله بفضل الامكانيات المتوفرة عندنا في المستشفى وبعد الفحوصات عملنا لها العملية برضو في خلال 5 دقايق، والحمد لله طالعة مبسوطة جدا من العملية، ومكملين طبعا في البروتوكول التعاوني مع برنامج واحد من الناس. واي حالة غير قادرة في حالات العيون طبعا بنستقبلها بكل حب وترحاب، ومكملين ان شاء الله معاها، وربنا يتقبل مننا ان شاء الله ومنكم ان شاء الله. ووصلتنا رسالة من الأستاذ محمد سامي والد الطفلة ريماس، قال فيها إن ابنته ولدت بعيوب خلقية بالوجه وتحتاج لجراحة، وبفضل الله استطاع البرنامج بالتعاون مع الدكتور أحمد سراج الدين إجراء العملية لها. أنا والدة ريماس محمد سامي من البحيرة، وهي بنتي كانت مولودة بعيوب خلقية، فالموضوع ده طبعا كان مؤثر جدا في نفسيتي وفي نفسية والدتها، فقدرنا نتواصل الدكتور عمرو الليثي وقدر ان هو يحولنا على الدكتور احمد سراج، وربنا يبارك فيه طبعا. وسألنا على تكلفة العملية دي بره ازيد من 200,000، فالموضوع ده طبعا عشان جوزي شغال سواق التكلفة عالية جدا ما نقدرش عليها، فالحمد لله الدكتور احمد سراج من خلاله قدرنا نعمل 3 عمليات وبدون اي مقابل طبعا، هو عملها لنا مجانا. النهارده باذن الله هنعمل لريماس المرحله الثالثه. ريماس طفله جميله عندها حوالي 2 سنين دلوقتي، كانت اتوصلت مع اداره البرنامج وهي لسه مولوده شهور، اتولدت عندها عيوب خلقيه عباره عن شفه ارنبيه مزدوجه، كانت الشفه واللثه مفتوحين، ده كان بيسبب لها مشاكل في الشكل والتواصل. النهارده باذن الله بنعمل لها المرحله الاخيره عباره عن تجميل للشفه،
بحيث ان هي على سن الحضانة تقدر ان هي تروح وتبقى سعيدة هي واهلها. بنشكر ادارة البرنامج اللي قدرت ان هي تجيب لنا رماس علشان خاطر نجري لها العمليات دي بالمجان، وبنوعدكم باذن الله بمزيد من التعاون مع ادارة البرنامج في اي تخصص جراحي في مجال جراحة الوجه والفك والتجميل. شكرا. كما تواصل معنا الشاب الصبح عطية وأوضح أنه أصيب بماس كهربائي أثناء عمله نتج عنه بتر اليدين الاثنين، وأصبح غير قادر على العمل، ولديه 3 أولاد في مراحل تعليم مختلفة، ويحتاج إلى طرف صناعي لليدين الاثنين، وتكلفة الطرف اليد الواحدة حوالي 238,000 جنيه. عملت حادثة، الحادثة أضرارها كتير زي ما انت حضرتك شايفة، العيشة أضرارها كبير، وأنا معي 3 عيال ويحتوى مراتي، أنا لو كنت مثلا شغال وما فيش عمل ومش عارف أتحرك، يعني مثلا ما حد مثلا أجي أخش الحمام مراتي بتخش معايا، بنتي الكلام ده، ومعي 3 عيال، واحدة في 6 ابتدائي والتانية في 3 والتانية دخل 3 ابتدائي، وحضرتك زي ما انت شايفة برضو لفيت عشان شغل برضو، الناس تقول لي اقعد واللي انت عاوزه، طبعا هو لو اداني النهارده مش هيديني بكره، انا عاوز حاجه ثابته مثلا شغل والكلام ده. الجهاز ممكن يساعدني في شغل كتير، طلب الجهاز ده اللي بيتحرك تبع الاعصاب والاشاره والمخ والكلام ده بيشوفه على النت، لا عملي عامل عامل، حتى ما اروح شغل حتى هعرف انا مثلا هم، انا بعرف اخدم نفسي، بس ده هيساعدني كتير قوي في شغلي، مثلا لما اروح لشغل لا هيعمل ويفرق معاها كتير، مش صح مثلا مراتي من الساعة 2 مثلا 3 عاوز اخش الحمام عاوز اعمل حاجة، ما بتصعب عليا عامة، يعني هي ما الست ما تأخرتش في اي وقت. ميتين تمانية وتلاتين ألف جهاز الفاء اليد واحدة، 238,000 الفردة واحدة، وشغال على كهرباء وشغال حلو، يعني هيساعدني بس أنا يعني كل حاجة، بس أنا طالب بس الجهاز، أجيب جهاز شغال أساعد حتى الست دي برضو في تربية العيال، وأنتوا حضرتكم برضو عارفين اللي شغال والكلام ده، سعيد لو جزء بسيط حتى من شغلي والكلام ده، هو أحس مثلا إن أنا أراك الموجود. جات لنا رسالة من أم ست كريمة، هي بتعيش مأساة كل معنى الكلمة بعد ما شاء القدر أنها تنجب ابنها كريم اللي بيعاني من أعراض صعبة جدا، والأم يعني مش عارفة تعمل إيه. أولا هو كفيف ومصاب بالضمور، لا يستطيع الكلام أو الحركة، ورغم أنه عمره 15 سنة إلا أنه ما زال بيعيش على ببرونة واللبن فقط. الأصعب من كل ده إن زوج الست كريمة طلب منها إرسال كريم لأحد الملاجئ عشان يعيش فيها بعيدا عنهم، لكنها رفضت تخلي عن بناها، تطلقها جوزها بلا رحمة ومنتهى القسوة، سابها لوحدها تواجه الحياة الصعبة مع كريم. تعالوا نسمع تفاصيل حكاية من الست كريمة. ست كريمة أهلا بحضرتك، شيلي ولا يهمك، شيلي بس. هو مرتاح كده؟ هتعرفي تحكي لي اللي حصل ايه بالظبط؟ زي ما انت عايزه اتفضلي. حضرتك منين يا ست كريم؟ من بلها. بتشتغلي حضرتك ولا قاعده في البيت؟ بشتغل. بتشتغلي ايه؟ بشتغل عندك وعند غيرك في البيت. احكي لي ايه الحكايه، حكايته ايه؟ انا كنت متجوزه جوزي ده بقالي 28 سنه، ولما جبت كريم ابني دوك قعدت 15 سنه 13 سنه بقى معايا ولا 12 سنه، وجيت اتطلقت منه بقالي 4 سنين. طلقك ليه؟ طلقت عشان ان هو عايز يوديه الملجا وانا مش عايزه اوديه. Thank you.
كريم اتولد كده؟ مولود كده عنده ضمور في المخ. ضمور في المخ؟ ضمور كلي. وما بياكلش غير ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيعمل اي حاجه. عرضتيه على دكاتره يعني؟ عرضته كتير. قالوا ايه حضرتك؟ بيحت اعزالي وبيحت حق بيت ابويا وانا عامله استئصار كليه وشغاله شويه بشتغل وشويه بقعد وساكنه بقى ومتمرمطه. وجوزك سابك كده؟ ساكنه بسيبه للجيران. ولا بيصرف؟ ما بيساعدش في الصرف عليه؟ لا ما بيسالش. طب في اي حد بيساعدك في رعايته خدمته؟ كان في ناس، وبعدين كمان اتنقلت من سكن ما بقاش حد يجيني. يعني انا مشفق عليكي انك شايلاه على طول وحاسس شايلاه على طول ونفسي يمشي بس يمشي. بشوف العيال كلها بتمشي اللي بنطوره وبياكلوا وبيشربوا. حضرتك ما بياخدش غير الببرونه بس؟ هو بس الببرونه بس. طب هل ده نتيجه ضمور المخ؟ قال له ضمور كل ما لهش عليك. الدكاتره قالوا لك هيقعد يعتمد على الببرونه دي لغايه امتى؟ على طول. على طول؟ على طول. اكيد بيحتاج كميات لبن كتيره. كتير. بيكلفك كام في الشهر لبن؟ يعني انا دلوقتي ب 2000 جنيه لبن وب 1000 جنيه بامبص، وطبعا ساكنه ب 1600 جنيه غير اكل وشرب ومعايا عيل تاني. طب وانت بتجيبي فلوس منين يا ست كريم؟ طبعا بعت حاجتي كلها نايمه على الارض. اهم حاجه ربنا يشيلي. طب بتدبري ايه مصاريفه منين؟ وانا حضرتك بقى لما بعت حاجتي وكده كان هو ابوه بيساعدني ايام ما كان معايا. لما جيت اتطلقت بقى بعت حاجتي وخدت حق من بيت ابويا. انا معانا كده طيب تليفون، يعني ان شاء الله يكون فيه الخير. معانا استاذه غاده فاروق رئيس مجلس اداره جمعيه مشوار، واظنها عايزه تقول حاجه للست كريمه. استاذه غاده اهلا بيك يا فندم. اهلا مساء الخير دكتور عمرو، ازي حضرتك؟ واهلا بكل الساده المشاهدين. الله يخليكي. قالوا لي ان حضرتك عايزه يعني تقولي حاجه للست كريمه في مشكلتها، خصوصا انها بتتكبد مصاريف شهريه تقريبا 3000 جنيه ما بين شراء لبن لابنها اللي عايش على اللبن او على الببرون على طول وبامبرز. هل في حاجه معينه تحبي تقوليها حضرتك؟ اكيد اكيد، انا تابعت حاله الست الفاضله يعني عند حضرتك، واحنا كجمعيه مشوار مستعدين ناكل اللبن كل شهر ونقدم لها كل احتياجاتها، وبنتهز الفرصه طبعا ان انا احييها، ويعني بنقدرها جدا على مجهودها في رعايه ابنها، وربنا يبارك لك فيه واتمنى لك كل خير ان شاء الله، بانتظار التواصل معنا باذن الله. واشكر حضرتك جدا دكتور. والله يا استاذه غاده فاروق رئيس مجلس اداره جمعيه مشوار، انا بشكرك جدا ان قررتي انك انت الجمعيه تتكفل بكل مصاريف اللبن الشهري الخاص بيها، فان شاء الله باذن الله جمعيه مشوار هيتكفلوا بالمبلغ المالي بتاع اللبن، هيجيبوا لك اللبن شهريا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. الحاجه الثانيه اسمحي لي انا كمان من خلال جمعيه واحد من الناس هنقدم لك مشروع تقدري تشتغلي بيه بدل يعني الخدمه في البيوت، مشروع صغير كده، مشروع بقالة او مشروع، هنشوف المشروع اللي يتناسب معاكي وان شاء الله باذن الله بعد الهوا على طول زميلتنا هتقوم معاكي. ربنا ينجيك. لا ابدا، وربنا يقويكي. انا عايز اقولك انت ست محترمه، وعايز اقول لجوزك لو شايفني، هو اسمه ايه؟ اسمه ابراهيم. يا ابراهيم، ما حدش بيرمي ابنه ابراهيم، وما تطلقش مراتك يا ابراهيم لانها ام عايزه تعيش مع ابنها اللي ربنا شاء ان هو يكون تمحيص ليك انت، تمحيص ليك انت، انك انت نشوفك انت عند البلاء هتعمل ايه، هتصبر وتحتسب وتقول يا رب الحمد لله وتراعي ابنك اللي ربنا اداهولك، ولا هتعمل اللي انت عملته وترميها في الشارع هي وابنك عشان تقعد تشتغل في البيوت وتصرف عليه وانت موجود. راجع نفسك يا ابراهيم، راجع نفسك قبل فوات الاوان. الولد ده ممكن يدخلك الجنة، وممكن والعياذ بالله ربنا ما يوريك يكون بال عليك يوم القيامة. اتقي الله في ابنك وفي مراتك
وحاول تصلح اللي فات، حاول لسه في فرصة. احنا معاكي في اي حاجة ربنا يبارك، وان شاء الله يعني نساعد. وبرضو بقول لو في اي استاذ دكتور من اساتذة المخ والاعصاب ارجو ان احنا نعرض عليكم حالته. يعني طفل عنده 15 سنة عايش على الببرونة ودمور في المخ، وانا واثق ان في اطباء محترمين ان شاء الله ممكن يساعدونا ان شاء الله باذن الله. نورتينا يا ست يوف وراسي، واي حاجه انا تحت امرك. ويكفيك شر طريق، الله يخليك ويعلي مرتبك يا رب. الله يبارك يا رب، يعلي مرتبك خيرك يا ستي، ينجيك في كل خطوه امين، ويخليه لك ويرفعك ونطلع. الله يخليك الله يخليك. الحقيقة أنا جت لي قصة إنسانية النهاردة لما قريتها، كنت حريص جدا أنهم يكونوا معنا في الاستوديو. معنا زوجة بتعيش أصعب اختبار لأنها اختارت تكمل حياتها مع زوج قاعد بعد ما كانت بينهم قصة حب جميلة جدا. الست نجلاء الصعيدية الجدعة قررت بمنتهى الإيمان والصبر أنها تتحمل الحياة بكل الحب مع زوجها القاعد عشان تخدمه وتساعده وتبقى جنبه طول الوقت وتمده بالأمل في الشفاء إن شاء الله. ست نجلاء محمود وزوجها ممدوح أبو المجد، أهلا بيك. الحقيقة قصة يعني أنا احترمتك جدا وقدرتك وشفت يعني معنى الحب والوفاء. احكي لي بقى يعني أول عرفيني بنفسك منين وجوزك وحكايتك إيه. تفضلي. أنا من سوهاج من السعيد، بس هنا يعني جوزي متربي في القاهرة يعني، بس هو ابن عم يعني غير عم فوقان يعني. جا خدني هو من البلد، جا خطبني يعني. أنا اخترته هو من دول الناس كلها. بعد كده أخذنا فترة مخطوبين، وبعد كده اتجوزنا وجيت هنا مصر، خدتهم هما سنة واثنين، وبعد كده تعب معي مشاكل يعني، زعل كده يعني، وحصل له التعب ده اللي هو فيه. بس أنا عشان العيال صغيرين ما عرفتش أتصرف بيه، وبعد كده تعب مني. جارينا بيه على الدكاترة، بعد كده الدكاترة قالوا لي يعني ده لازم نروح المركز، بعد المركز يعني مكلفة ما قدرتش أوديه، حالته بقت السوق يعني. وبعد ما تعب ابن عمي بيقول لي، حماتي بتقول له شوف بنت عمك هتعيش معاه ولا لأ، بيقول لي بنت عمي جوزك وجع إيه أنت هتستحمليه؟ قلت له لا انا استحمله، ده جزمه جوزي فوق دماغ العمر كله، انا عمري ما اسيبه، انا عمري ما اسيب العمر كله تحت رجلي. بس وعشت معاه من يوم ما تعب. كم سنة متجوزين حضرتك؟ يعني من حوالي 13 سنة كده. 13 سنة يعني. بقاله كم سنة عيان؟ بقاله 9 سنين. 9 سنين يعني 4 سنين كان سليم و 9 سنين تعبان. في أولاد؟ أيوة معي 3 ولدين وبنت. تشخيص، أنا عارف إنه ما بيتكلمش، تشخيص حالته إيه؟ عنده، أنا معي التقارير. قوليها لي. عنده مرض مناعي، وعنده شلل رباعي كامل، وصعوبة في الكلام، وضعف الأطراف. طب حضرتك بتشتغلي ولا قاعدة في البيت؟ لا مش بشتغل، بس أنا يعني في واحدة بتجيب لي شوية عباد ببيعهم يعني في البيت، بصرف نفسي بهم يعني. ممدوح كان بيشتغلي قبل ما يعي؟ كان شغال قهوجي، بس عمل حادثة غير الصابونة وشرايح ومسامير، وقعد سنة برضو وكان تعبان برضو. بعد كده برضو واحدة واحدة خف، وانا روحت على اهلي عشان يعني كانت معي بنت واحدة وحمات يعني، قالوا لي يعني انا روحت سبته، قالوا لي يعني خليك في البلد وهو خف شوي. روحت وجيت تاني بعد ما خف، هو اللي قال لي امشي عشان انا عايز يشوفني انا بالمنظر يعني، هو راقد
عايز يعني يوقف على رجله ويجيبني عشان محدش يعني أبقاش تقيل على حد. هو من عمره كده يعني ما يحبش يطلعني يعني. هو باين عليه راجل طيب. لا ده متر. نورتنا يا استاذ ممدوح. والله ده كان رجوله وشهامي باين عليه. في جيبه مش والله سمام على وجوههم يعني ما شاء الله على غيره. والله لو اخرج في جيبه يديه لحد بره يعني. هو كان شغال في جمعيه مع اصحابه كان يجهز الايتام. اقول له هات لي بوتجاز يقول لي لا لما شل انا ماشي على رجلي. يعني كان يساعد الناس وكان كويس. وعشان كده انا حبيته واستجعته وما رضيتش اسيبه. لما تاني يعني انا وقف الجنب عشان هو راجل جدع وكويس. اصعب طيب. المواقف اكيد يعني اكيد يعني حركته دخول الحمام انت بتساعدي. أيوة. طب انا اللي بشيله بتشلي والرجاله مش بيشيلوا. انا اللي بشيله لما اروح الدكتور بي وفي البيت لما ادخله الحمام حمي انا. وبرده هو مش بياكل بيده انا اللي باكله واغيره يعني زي الطفل الصغير. بس هو فاهم وعرفنا يعني عياله وجود يضحكوا معاه. البنت شروق تقعد تبكي تقول لي نفسي ابويا يتكلم. هقولها اقول يا رب. لكن مفيش علاج ليه؟ مفيش يعني دكاترة ما قالوش ممكن يتعالج؟ والله هو قال لك في امل بس يعني عايز مركز ان هو يتحط في مركز 6 شهور. يا رب ان شاء الله يعني من خلال البرنامج بندعو لو في جهة متخصصة ممكن جدا انها تعالجه او انا يعني بتعب يعني كتير. طب ندمانة؟ لا مش ندمان يعني. ما فيش لحظه مرت عليك قلت يعني يا ريتني ما كنت كملت؟ الناس قالوا لي سيبيه. قلت لهم لا مش بهون علي. لا انا مش هسيبه. وساعات لما اديك بيدنا انا بتلجأ لربي. وشفت الرسول عليه السلام عليه الصلاه والسلام جاني في المنام ما شاء الله. في رمضان واحد قال لي اطلعك عمره. قلت له ده انت بتضحك عليا. رحت انا اشتكت يعني وبكيت بقول يا رب انت خدت امي مني كانت تكلمني وتصبرني على الدنيا. وحتى جوزي رحت نمت بكيت جاني الرسول. اول جتني القمره لمستني في دراعي ومشيت. بعد كده ظهر الرسول عليه السلام ركب الفرس ونام فوق الفرس مخفي ونور بين مع انا اقول الله يا رسول الله الله يا رسول الله. بعد كده بقيت زغرت زوري وجعني. صحيت من النوم بس حاسه الدنيا كلها طايره بي مبسوطه. بقيت اقول يا بنت عم انا شفت الرسول. قالت لي اسكتي دي حاجه حلوه. نفسيتي كانت مرتاحه الحمد لله. وانا يعني ربيت عيالي لوحدي ما خليتش حد يعني يصرف على عيالي يعني كله سابني بس ربنا ما سابناش. يعني تصرفي عليه وعلى البنات. ربنا يكرمك. يعني هو اكيد بيسمع سمعنا دلوقتي صح؟ ايوه. طب تحبي تقولي له ايه؟ انا بقول له العمر كله اشيلك فوق راسي. عمري ما هتخلى عنك ابدا. يعني انا بص يعني تعودت المسؤوليه من بيت ابويا. يعني فعلا انا تعبانه يعني تعبانه بجد. بس انا مش مبين جدا. انا يجي علي الليل بقعدك لانه الحمل كبير يعني حمل كبير ما حدش يقدر يشيل. الرجاله نفسي مش بتقدر تشيله. يعني أنا شلت عيالي وشلتوها في نفس الوقت. ربنا يجازيكي خير ويجعله في ميزان حسناتك. انت ستة وفية وكريمة
وربنا يا رب. انا تعودت كده من عند اهلي، كنت شايله ست مريضه وتعودت كده ان انا اي بص يعني حتى في الشارع لما يكون في خناقي وفي واحده بتضرب زور ببقى واقفه حتى لو هموم بوقف اخد لحقهم، ولو في يدي وربنا كرمني بقرش وبشوف حد محتاج بديمه بقول ربنا زي ما بيكرمها. والله يا ست نجلاء انت ست محترمه واصيله وربنا يجعله من الحسنات. ولما انا بتلجي ربنا ربنا بيديني الصحه يعني بيقوينا عليه. والله وبيديكي اكتر من الصحه، بيديكي من عنده الخير كله الحمد لله والثواب كله. انا اخترت يعني ما اخترتش بيكرمك وهيكرمك عشان انت يعني كنت وفيه معايا والله الحمد لله. وعايز اقول لك انت اديتي النهارده ناس كتير دروس في الوفاء والحب الحمد لله. في يعني ست ممكن لما جوزها يتعب شويه لا هو ويبدا علاجه يطول تزهق منه وتقول لك امتى اليوم اللي يموت فيه ولا امتى اليوم اللي يمشي والله فيه. والله انا بص وفي أنا اللي اللي ربنا يختبرها في جوزها بحاجه بسيطه ومع ذلك تمل بسرعه وتطلب الطلاق. هو فاهمنا اساله قول له بتعاملك ازاي. بتعاملك كويس يا ممدوح؟ هو اكتر من انت عين. بتحبها؟ طيب الحمد لله. يعني هو عندي اغلى من عيالي. انا بصيت لربنا قبل كل شيء. ربنا يكرمك، نورتيني، شرفتيني. اهلا وسهلا بيك، ربنا يشفيك وربنا يخليها لك. بتروح لك فيها البركه، هي السند. وربنا يبارك لك في اولادك. ويجعله كله في ميزان حسناتك. ده نموذج، الست نجلاء محمود ده نموذج يعني للست العظيمه النبيله الكريمه. اللي يجب أن تكرم دايما، وهكذا المرأة المصرية أصيلة دايما في المواقف الصعبة دي بيبان معدنها الأصيل. الصعيدية المحترمة نجلاء محمود اللي أبدا ما دخلتش عن جوزها، وقفت جنبه بتشيله، دخلوا الحمام بتشيله، أكله بتشيله، تدي الدكتور بتكافح عليه وعلى ثلاث أولاد، ما دخلتش عنه سابته أو رميته، بالعكس ونعم الزوجة. أنا حبيت أقدم لكم هذا النموذج الجميل المحترم في واحد من الناس. في واحد من الناس بنحب دايما نلقي الضوء على كل المواهب المتفردة والغريبة والمثيرة سواء عند الأطفال أو الكبار. والنهاردة معنا أخين توأم عمرهم 8 سنوات قدروا يرفعوا اسم مصر ويحصلوا على المركز الأول والثالث في المسابقة العالمية ياما بتايوان، وهي مسابقة في الحسابات الذهنية. الرائع أنهم فازوا على كل المشاركين من الدول الكبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين واليابان، وأثبتوا للعالم كله أنه ما فيش أذكى من الطفل المصري. برحب بآدم وأخوه يامن في واحد من الناس. أهلا بيكم. انا سعيد جدا بوجودكم. يا ريت كل واحد منكم يعرفني بنفسه. إيه انا اسمي ادم طاجي محمد حسن، إيه عندي 8 سنين. إيه يعني ايه حساب ذهني؟ يعني نقدر نعمل عمليات حسابيه كبيره من غير ما نستخدم اله حاسبه او ورقه وقلم. عظيم. وحضرتك تعرفني بنفسك؟ انا اسمي يامن طارق محمد حسن، عندي 8 سنين، رايح ابراهيم 3. عظيم جدا. ايه بقى التدريبات اللي عملتوها عشان تكونوا شطار في الحسابات الذهنيه؟ احنا طبعا كنا نتدرب قبل المسابقه مرتين في اليوم علشان لما نيجي نعمل المسابقه نكون شاطرين. عظيم جدا. ايه بقى المسابقه اللي شاركتوا فيها ومين اللي اخذ المركز الاول ومين اللي خد المركز الثالث؟ انا خدت المركز الاول وانا الثالث. وانت الثالث. كانت مسابقه سهله ولا صعبه؟ لا صعبه طبعا، يعني مش صعبه، هي اخر ليفل كان صعب بس الباقي اللي فلات يعني كانت حلوه اهدى شويه. بس قولي حسيتوا بايه بقى لما تفوقتوا على اطفال في امريكا وروسيا واليابان والصين؟ كنت فرحان جدا عشان انا اتفوقت على كل دول. وانت؟ وانا كنت فرحان جدا عشان رفعت اسم مصر. مين بقى اللي بيشجعكم؟ بابا وماما وميس غانيا. ميس غانيا دي اللي بتدربنا. طب انتوا ازاي بتقدروا تعملوا العمليات الحسابيه دي من غير ورقه ولا قلم ولا اله حاسبه؟ احنا بيكون عندنا عداد ياباني دوت، بيكون فيه خرزات، احنا بيكون فيه خرزه فوق واربع خرزات تحت. احنا من اول لما ندخل بنتعلم بس بعد بقى لما ندخل بقى ونعدي الليفلات بنشيل بقى بنشيل ده خالص. ده متخيله على في دماغنا اللي هو كان في دماغ في ايدينا اهوت، متخيله في دماغنا ونطلع الخرزات وفوق لغايه ما نخلص المساله ونحلها. ناويين بقى تكملوا في الحكايه ديت؟ ان شاء الله طبعا.
الحساب الذهني افادكم في حياتكم؟ طبعا احنا يعني مثلا خليني شاطر في المدرسه والماس دوت بيكون اسهل ماده عندي، بس برضه مش هو الماس برضه اللي بيخلينا ذكيين، بس الانجليزي كله برضه كل المواد برضه. افادك قد ايه بقى الحساب الذهني؟ ايه افادك في ايه الحساب الذهني؟ فداني اللي انا وانا في المدرسه متفوق على كل اصحابي، ولما نيجي نمتحن الماس ما بكونش خايف منه. انتوا انا سعيد بيكم، فخور ومصر كلها فخوره بيكم. يلا بقى نبدا بعض الاسئله وهكون جاهزين. يا من الاول 15 + 35 + 72 + 76 + 49 + 51 - 62 + 91 + 20 = 315. Yes. Yes, great. You are genius. طيب 64. Yes. -55 + 87 + 96 - 45 + 62 - 35 + 86 - 15 + 46 = 46. لا يس شكرا. طيب نروح على الاستاذ، يلا بينا. 20 - 16 + 45 + 62 + 80 - 67 + 55 - 12 + 78 - 30 = 215. Great. Yes. Perfect. 75 + 51 - 20 + 35 + 24 + 91 - 50 + 87 + 62 + 41 = 397. ايه ده انت ازاي بتعرف؟ 315 by 6 = يبقى 1800. Excellent. 295 by 3 = 885. بتعمل ازاي دي؟ 167 by 7 = 1169. Yes. 360 by 5 = 1800. 412 by 4 = 412 by 4 = 1648. صح. انت بتعملها ازاي كده بجد؟ تعرف ازاي ده؟ انا مش بلحق اقولها. بعمل حاجه كده يعني، يبقى بكس بتغير في دماغي، ده بيتغير في دماغي، فبنطلع الخلاصات. هي دي خلاصات اهي، اربع خلاصه فوق واربع خلاصات تحت، فاحنا بنتخيله في دماغنا. احنا بنتخيله في دماغنا ونطلع ونزل. طيب 205 by 9 = 1845. صح. بجد انتوا هايلين، انا مش عارف يعني انتوا ازاي بتعملوا كده بجد. يعني بجد انا فخور بيكم. كل واحد يقول لي نفسه لما يكبر يطلع ايه؟ عايز اطلع مهندس. ايه دكتور؟ لا مهندس حاجه ودكتور حاجه. اه دكتور في الجامعه. دكتور في الجامعه؟ في ايه؟ في تخصص ايه؟ هندسه. هندسه. وانت؟ انا عايز اطلع مهندس معماري برضو. عموما انا فرحان جدا بيكم، وفرحان قوي ومعجب ما شاء الله لا قوه الا بالله بعبقريتكم في سرعه الحساب بالشكل الخرافي دوت. اتصور ان انا كحد كبير ما اعرفش اعمله ولا غيري. انتوا بتجاوبوا في ثانيه، انا ما بلحقش اخلص السؤال عشان تجاوبوا، فخصوصا الارقام اللي فيها جمع كتير جدا، صعب قوي ان الواحد يجمعها بالشكل ده. بجد يعني انا معجب بيكم وبدعي لكم ربنا يحفظكم، وطبعا بهني باباكم ومامتكم بان كنتم مشرفين مصر ومشرفينهم وهم كمان، واكيد انتوا هم فخورين بيكم. صح؟ اكيد. طيب انتوا نورتوني. عايز حاجه يعني اتكلم عن المسابقه ولا اتكلم عن اللي انت عاوز؟ عاوز تقول ايه يعني؟ مثلا المسابقه ديت مدتها سنه، كل اربع شهور هي هم اربع امتحانات، كل اربع شهور كل ثلاث شهور بنمتحن امتحان. اللي هو الامتحان بيكون باي وديفيشن وماراثون وسبرنت.
الباي دوت 40 مساله في دقيقه، والديفيجن 40 مساله في دقيقه، والماراثون 40 مساله في دقيقه، إيه لا 30 مساله في دقيقه، فالسبرنت ده بقى 30 مساله في دقيقه. والسبرنت دوت كله بقى يعني بيجيبوا الباي والديفيجن والبلس، 15 مساله ديفيجن و15 مساله باي و15 مساله بلس وماينس، 45 مساله في دقيقتين. ممكن قبل ما نختم تقولوا لنا الجواز انتوا خدتوه دي عباره عن ايه؟ يعني مثلا ده كاس ودوت الدرع خدناه في المدرسه، والكاس دوت خدناه في اول بطوله احنا دخلناها اللي هي كانت من مصر ولبنان وطلعنا فيها مركز اول. وايه اللي هناك دي؟ دي ميداليات، الميداليات دي اربع، دي اربع ميداليات اللي احنا خدناهم في الاربع مسابقات بس، والميداليه ديت هي دي الاساسيه اللي احنا عشان دخلنا في المسابقه دي اسمها شامبيون اوف شامبيون، اما يعمل شامب عشان هو طلع لهو الاول وانا طلع التالت، هو بعدين الميداليات دي بتكون درع كده. انا معجب جدا بيكم وبقول لكم برافو عليكم، شاطرين جدا وفخور جدا بيكم، ومصر كلها فخوره بيكم ان كنتوا رفعت اسمها عالي، وفي السن ده 8 سنين قدرتوا تعملوا الانجاز الكبير ده، وانا هبقى سعيد لما اشوف اي بطولات تانية تحققوها وتيجوا تقعدوا معايا واشوفكم كده وانتوا عمالين تكبروا ان شاء الله، ودايما عباقره ان شاء الله. ايه اوجه رساله لحد؟ طبعا عايز اوجه لبابا وماما ومس غنيه اللي هم شجعوني ان انا اطلع الاول، وبوجه كمان اللي كلهم يخشوا ايه سوربان دوت عشان هيفيدهم في حاجات كتير. وانت؟ وانا بشكر بابا وماما ومس غنيه اللي هم خلوني ان انا اطلع مركز ثالث، وان شاء الله المره الجايه اطلع مركز اول. ان شاء الله المره الجايه تبقوا انتوا الاثنين في المركز الاول باذن الله، و زي ما شفنا ادم ويامن اثنين اطفال جمال 8 سنين بس عباقره فعلا، وكمان لما احنا كنا داخلين المسابقه كناش لسه جبنا 7 سنين. ما هو باين اكيد العبقريه بدأ من سن صغير، ربنا يحفظكم. احنا داخلين الزوربان دم واحنا عندنا 4 سنين. 4 سنين برافو عليكم. ادم ويامن اثنين جمال جدا عباقره من عباقره مصر اللي هيبقى ليهم مستقبل كبير، قدروا يحققوا لمصر شيء جميل في سنهم ده، اكيد اللي زي دول وعندنا كتير من اولادنا موهوبين، المهم ان احنا ننمي مواهبهم، عندهم اب وام رعاهم رعايه جيده وعرفوا يعني ينموا ذكائهم بشكل جميل. اتصور لو كل اب وكل ام اهتم باولاده هيبقى عندنا كتير جدا يامن وادم. بشكركم جدا جدا.